بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما أنت وبيش مارس تهيافري الغاتن وحان شغل هاي ودونية إلى نمضى الصوميلات والشيقو إلى نحي مشرح مدحويني مدحوينها دلك الصومالية إلى نشرحنا مشرحنا بدأ يدوي داخلي، لكن إلهي بقى المعركة يكبر يا هي إنت إن هو يفضل ذيه هذا هو يفضل ذي دورا وأنا نقول دورا إلهي نقول الصورة هي إنه دعاء إذا أقبل دورا إلهي وما كبر يا إن ودعاء إذا أقبله دل كان ومدحوينه يقدقه سيد وقتهين دل كالصومالي وحاكي تشير الدبات بضن دينتي او طبان بغلال فرقه نقطي قبيل كي او دبلو اقول لابتي واهورا واهلاقي سوى التقايا هدا دبلو اقول لابتي ايضا او هذي يتشير دينتي ايا قبيل كي وسياسة دلو اذيك سدو سياسة دي وحي نغطي من اللي قد نعيسته داد كان هبايا راتي أن لو دانين سيدا درتي وحان دوني إلى هاي هدو إيقرته وان آدي هذا يان غوري جوين هاي وحان بلغ هذا يان إلى هاي درتي إيران دادك دينتا إيا دالك وغوشغايو إنان دين تمدينو إنان دادك قبيل كسارو إنان كل صومالي أولان كدقنو داد والالة إنما المؤمنون إخوة أي إلهي كل جن داد مسلمين عن هاي إن المؤمنين نغلنو أو إلهي أولا بنو لب كانوا دن وحنو جيستي وحاوي دين تي أيالا قرمري دينتي إسلامك أو دغن كأنه كتشرتي أو أنه كسو دغن كتشرتي أي بناك التشويش لورا صوفر مركز نوحاي من خلاف خلاف كينا وكون لو كان الدباتو يا عرى إلهي عرى إلهي ساعة وبحنا وأين إلهي كاشنا وإلهي برنا لا حول ولا قوة إلا بالله قد وحسين كرتاقف مشيت إلهي مويه إن إله برق بدينه كل جي إلهي الله بنه كل جي تودي إلهي وحنا فري أن فلنا سيتا وفلنا إن كتاب كإلهي كل غنه أو كرد غنه تير لحاتك حكم كي عدالة ديد إن كرد غنه عدالة ده ذات كسر أكتهيم بع عدالة دي والجتي كل جي نوحلو بهيه هدان عدالة لهلين وحبه مجرى ضدك كل يسخون غنايا ضد أن ما رك تقف وحلنا يا مجرى قفك إلى يوم حكر الجيل يا إنه نجوه حقه أو نجوه أركه أو نجر رعلي نقضه إن أنا الدين تيد عدي عنه ضد كيجا الدين تيد يدل كيجا لو حقه بنا نبكى لك صار وحروقنا هي إن أمدي الصومالية كل يقف كي هلاوة ويرادو بيش عالمك وربي العالم وحنا وطر يسيه رب العالمين كان قسكرنا إلهي با وحنا سين كرا إلهي با فقر ينقى ساري كرا إلهي با نبك ينقى ساري كرا إلهي با نبض النوك ينكرا نبض لعان وحوما حقاقان وحرجين إياه هذه إلهي دورتو إنو ميشا إيجيو مدحوين هذا الكهان إيجاديو إلا أن دينتا إيا الدال كانو أديو إيا أمدا إسلامر كاسي أمنية دال كإنا نصوغو أنا ليسكوها لين أن ما ركتي قف دريغ استاقيو كو ودد كاللاي إيا كو غرح سمعي منا إنا أحرادان كدو ماذا ماري إلهي كرجيني وحان بلان قاضي وإلهي أكسر كبلا قاعدة يا وما ظهرت إذا كبلا قاعدة يا إن در إلهي وش غيره
ummada Soomaaliyeed dalkaana ku badbaadiyo. Hadalkaani waa hadalkeena, waa walaan kaliya inaan sheego inaan musharaxahay murashaxahay murashaxa madaxweynenimo Soomaaliya, madaxtinimada Soomaaliya. Cidda kaliya oo aan tala saaranayaana waa Ilaahay, waxaana ku rajaynayaa Ilaahay inuu aqbali doono aniguna amaradiisa iyo tilmaamihiisa iyo wixii uu noo qoray iyo kitaabkiisa Qur-aanka ahaa inaan ku shaqeeyaan bal la qaadaya. Ummaddana intaasaa u dana, dadka intaasaa u dana, dalka intaasaa u dana in diinta khilaafka laga saaro. Qabiilka qof wale waaya litacaarafuu baa Ilaahay yidhi, yaa litacaarafuu ayaa Ilaahay yidhi inaan u isticmaalo, inaanu isticmaalin in ama aan isku gumaysano ama aan siyaasad ka dhiganno ama aan wax ku dillo inta iskaashano ama aan dadneeda aan dhul kama dayi kartaan oo annaga isfanayn. Waxaa ka fiican in aynu qabyaaladaas meel iska saarno, si waa ka baxday waayo dhexe hadday nagu soo laabatay sideed ay nooga baxday oo fiicnayd inaynu noqono. Amnigooda iyo nabadgelyadooda la helo, mashaariicdooda iyo wixii khayraadkooda ah u yaalana in loo soo saaro oo ummaddu ay wax ka dhigato. Waxaan rajaynayaa haddii aan madaxweyne ka noqdo carrada tan, inaan loo baahan muddo gaaban gudaheed in loo soo shaqo tagi doono. Kuwa iyaga naga qaxay oo halkaa baadariyaashu ay ku tashkiiliyaan ama sakhraaniin iyo xashiish ku cabaan ama Yurub iyo Ameerika ku xiranna inaan dib ula soo qorno dadkayaga, inaanu iyaga tashkiilsano, inaanu ummaddeeda u ducayno, inaan maaragtay aanu noqono dal xor ah oo diinta Islaamka ku dhaqma. Diinta Islaamka aan ku dhaqmayno dad baa waxa u yaqaaneen shabaab iyo Daacish iyo Alqaacida iyo Islaam yihiin, kuwaasoo Islaamka kasoo horjeeda. Waa la dagaalamayna, dagaal ayaan ku qaadaynaa, waan la dagaalami doonaa. Diinta Islaamku terrorist maaha, xag jir maaha, wax ma disho, xaq darro dadku kuma layso. Diinta Islaamku kaliya Islaam waxa loo yiri waa nabad. Salaam macnaheedu nabad wey. Inaanu nabadda ku dhaqno ummadda, Ilaahayna maaragtay u barino kulligeenna ummadda Soomaaliyeeday, waxaan idinku wargelinayaa in loo baahan yahay inaan Ilaahay u laabano. War qof walbow Ilaahay bari, cid kale ha bari, cid kale oo wax ku siin kartaa ma jirto ilaa maa shaa Allah. Waxaan Ilaahay doonin ma helaysid mana arkaysid, Ilaahay kuu garan. Awood ma lihid, annagu awood ma lihin, ducafaa baa nahay. Ilaahay baana abuurtay, asagaan ka sugaynaa inuu awoodna siiyo, inuu magaalana siiyo, inuu aadaabna siiyo, inuu naga xarimo dhiigga dhexdeeda ah, inaanu isdilka iyo dhibaatada iyo qabiilka iyo inaanu ka gudubno ayaanu u baahanahay. Waxaa fiican inaan raacno aayadda Qur-aanka, waqtasimuu bixabillaahi jamiican walaa tafarraquu. War aan isku mid noqono oo itixaad samayno, gacmaha aan isqabsanno si aan wax kastoo naga hor yimaadaba aan u xalilano ama uga boodno. Wax yaga annagaa leh dadka annaga dadka iyo dadka waa dadkaygii. Dhulka waxa loogu jiraa annagaa leh, khayraadkayga la soo baxaynaa inta aan aamino Ilaahay, inaan aamino Ilaahay, aan isku tiirsano Ilaahay darsi kulligeen aan wada shaqayno. Waxaa kaloo rabaa inaan maanta waxa noogu daran waa abaar. Abaar baa dalka ka jirta, ummadii iyo xoolihii way baabeen. Intay maqlaysay, intay fiirsanaysay, gacmaha korutaaga. Ilaahay uu roob khayr qaba, Ilaahay uu roob khayr qaba, Ilaahay uu roob khayr qaba, naqso noogu keen. Ilaahay Rabbi ummadda noo badbaadi, Ilaahay na badbaadi annaga iyo xoolaha iyaga iyo beeraha iyaga, Ilaahay na badbaadi, Ilaahay na badbaadi. Qof kasta oo ifiirsanahaya ama imaqlahayo, gacmaha korutaago, Ilaahay bari. Haddaan inteenaasi isku darsano, Ilaahay waxaan ka rajaynayaa saacadaha maalmaha gudahood in roob khayr qaba Ilaahay noogu kaaro. Ilaahay saasaan ka baryahayaa. Intii wixii ka soo harana hadda waa iclaamin keliya, dib baan ka soo sheegi doonaa mar kale.